الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. المشكلة الحقيقية اللي بتقابلنا في حياتنا هي الفصل بين الأخلاق والعبادات. تلاقي واحد عباداته كويسة بس للأسف سلوكه مع الناس وحش، أو حد عنده أخلاق بس مش ملتزم بالعبادات. المفروض طبعا أن الاثنين يكملوا بعض. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهاردة مع ضيوفنا الشيخ أحمد المالكي والشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك. آمين يا رب، يا رب الستر والصحة لينا جميعا وكل مشاهدين كل الناس يا رب. احنا الموضوع ده موضوع مهم جدا، لانه الاخلاق جزء لا يتجزأ واساسي جدا ونص الايمان زي ما بنقول، يعني جزء اساسي في ديننا. واحنا عايزين نسلط الضوء النهارده على اهميه الاخلاق زيها زي العبادات. طيب استسمحك بس نبدا بضيفنا الشيخ حازم جلال. اتفضل يا سيدي. والله الله يتفضل يا سيدنا، انت ضيف، ربنا يحفظك يا الله. الله يحفظكم. اهلا وسهلا شيخ حازم، منور. ربنا يبارك في سيادتك واشكر مولانا على حسن ادابه وهذه اخلاق كما عيدناها وكما تعودناها مع حضرتك ايضا. اهلا وسهلا. وبدايه اقول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مخطئ من يظن أن العبادة تختلف عن الأخلاق أو تنقسم عن الأخلاق. العبادة كلها أخلاق والأخلاق كلها عبادة، فإذا كانت العبادة تنفصل عن الأخلاق فلا ثمرة مرجوة منها ولا فائدة فيها. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في القرآن الكريم وإنك لعلى، لم يكن ذو، وإنما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، وذلك أمنا عائشة لما سئلت فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من رواية أمنا عائشة، لما سئلت وجاء السائل عن أخلاق سيدنا رسول الله قالت كان خلقه القرآن صلى الله على حضرته وآله، أي كان قرآنا يمشي على الأرض بأخلاقه ومعاملاته. عندنا الإسلام في 60,000 حديث صحيح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، 58,000 حديث يتكلمون عن الأخلاق و2000 بيتكلموا في الفقه الإسلامي. خدت بال سيادتك من المعادلة؟ 58,000 حديث يتكلمون عن إيه؟ عن الأخلاق، و2000 بيتكلموا عن الفقه الإسلامي، الأحكام يعني أحكام الدين كلها قائمة في 2000 حديث فقط. انظري إلى هذه المعادلة، لا يعني الدين كله أخلاق، فلابد الإنسان أن يكون لديه خلق. يعني إيه خلق؟ الأخلاق هي الدين والطبع والمروءة والسجية كما قرأ عرف علماء اللغة، أما هي صفة راسخة في النفس تصدر عنها أفعال بسهولة غير حاجة إلى فكر أو رواية. يعني إيه؟ عم الشيخ أحمد مشي ولقى ست كبيرة في الطريق، فمن طبعه وسجيته وخلقه ودينه خد بإيدها عبر بها من الطريق إلى بر الأمان. وجد حريقا في الطريق فنزل وطفى هذا، وجد يعني جارا له يستغيث به فأغاثه. دي إيه؟ أخلاق راسخة في نفسه جواه، يبقى هي في الطبع. ولذلك لكل شيء زينة في الورع، وزينة المرء تمام الأدب. كن ابن من شئت
واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. عاوزين نتعلم الأخلاق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الفايدة من العبادة؟ العبادة إن أنا أصلي وصوم وزكي وما عنديش أخلاق. أخرج الإمام الترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم أي أصحاب السنن أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأة تذكر من كثرة صومها وصلاتها. ركزي معايا قوي وصلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة مالها تذكر إيه؟ شوف المقامات بتاعت من كثرة صومها وصلاتها وصدقاتها إلا أنها حاجة واحدة بتعملها تؤذي جيرانها بلسانها. سيدنا النبي قال إيه؟ قال هي في النار يا سيدنا النبي، ده تذكر من كثرة صومها وصلاتها وصدقاتها، ده بتصوم وتصلي وتزكي بس بتعمل حاجة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. وامرأة أخرى، شوف بقى النقيض بقى، وامرأة أخرى تذكر من قلة صومها وصلاتها إلا أنها تصدق يعني بالأثوار من الأقيط يعني قطع اللبن المجفف. قال هي في الجنة. القضية في الخلق، لابد للإنسان أن يكون لديه أخلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي في القرآن الكريم وقال لنا أن احنا نتعلم من أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا موسى عليه السلام كليم الرحمن، والقصة نعرفها، ولما ورد ماء مدين، ورد أي وصل من الورود أي الوصول ماء مدين وجد عليه أمة. شوفوا الطبع اللي احنا كنا بنتكلم عليه والأخلاقه. ولما ورد ماء مدين، ماء مدين أي بئر مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أي عدد من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. يعني إيه؟ وجد بنتين امرأتين تزودان. يعني إيه تزودان؟ يقومان بذب الغنم، يعني بيهشوا الغنم كده، بيتخروا الغنم والحاجة بتاعتهم. ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما. لسان الحال انتوا الموقف دهشوا ونظرات بتعملوا ايه؟ قال ما خطبكم، وكأن الكلام فيه تقدير، انتوا واقفين تعملوا ايه؟ ايه اللي موقفكم على البئر عشان تسكوا ومعاكم وسط الرعاة؟ وكأنه سيدنا موسى عليه السلام نظر فوجدهما، لأن القرآن بلك فوجد من دونهم امرأتين تزودان، يعني اثنين. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تقدير الكلام أبونا كبير في السن ومش لاقين حد سن. الأدب بقى بتاع سيدنا موسى عليه السلام والخلق والطبع والسجية، فسقى لهما، فسقى إيه؟ لهما. ثم تولى إلى الظل، ثم أخذ يفتقر إلى ربه ويتذلل إلى ربه ويقول كلمة جميلة أوي أوي، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ربي، ترتيب وتعقيب، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني كل نعمك علي دي أنا برضو فقير لك يا رب، محتاج لك يا رب، عاوزك تقف جنبي يا رب. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول بقى فقال الاستجابة تأتي. فجاءته إيه؟ إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت. كان سيدنا ومولانا الله يرحمه رحمة واسعة سيدنا الشيخ محمد عبد العزيز حصان يقف على هذه الآية، ومولانا يعرف ذلك الكلام ولا يخفى على شريف علمه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وموقف على استحياء قالت، فكان المشي والكلام كلام على إيه؟ على استحياء. تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من الذي ساق هذه الفتاة إلى موسى؟ وموسى من كمال أدبه، سيدنا موسى من كمال أدبه عليه السلام أنه كان يمشي أمام هذه المرأة، تمشي أمامه، فلما يعني جاء الهواء وغير ذلك من هذه الأمور سبقها هو سيدنا موسى من كمال الأدب. شوف الأدب بتاع سيدنا موسى. ومن كمال أدب موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أما من كمال الأدب لسيدنا رسول الله لم يكن له ربه اخلع عليك، وإنما صعد بنعليه. ولذلك سيدنا ابن عباس لما كان يسير في هذه وأخذ يتكلم قال أما عن نعله فنعله نعل به، بنعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كمال أدب، الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. يعني لابد الإنسان أن تكون هذه الأخلاق راسخة فيه،
طبعا ما قيمة الشيء إلا في مبادئه، للناس ما قيمة الشيء إلا في مبادئه، للملك يبقى ولا الأرقاب والرتب. الشيخ أحمد كلمنا دلوقتي مع الشيخ حازم عن الأخلاق وقد إيه هي شيء أساسي في ديننا، فعايزين برضو نعرف من حضرتك كده يعني أهمية الأخلاق، أو ممكن حد مثلا يكون بيسمعنا ويقول طيب أنا بعمل العبادات كلها وهي دي الأهم، هي دي الصيام ولا الصدقة ولا الصلاة ولا أدفع الزكاة، الحاجات دي هي اللي هتدخلني الجنة مش إن أنا أكون مهذب مثلا. صلى الله على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. مرحب بمولانا الشيخ. بارك فيك يا سيدي، الله يخليك عم شاء الله. مرحب بالساده المشاهدين وبحضرتك. الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. يعني اذ الاخلاق قد ولى ذووها فقل يا موت مر بنا سريعا. صحيح. يعني إننا أمة تمضي وراء دليل بالسبل، ألا وهو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. من وطئ برسالته الحصباء فكانت إثمدا يكتحل به السعداء. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة الأخيرة التي إن تنكبت طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وأخلاقه هلكت وغرقت السفينة التي تحمل خير كله، وحينها لا يرتجى نصر ولا كشف علة، إذا جاء داء من مكان دوائي إلى الماء يسعى من يغص برقه فقل أين يسعى من يغص بمائي. لما أرسل الله رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام أستاذ الدعاء، أرسله صلى الله عليه وآله وسلم لمهمة حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنما بعثت أتم مكارم الأخلاق. والحديث ورد بروايات متعددة، إنما بعثت أتم مكارم الأخلاق، وكما عند مالك كما في الموطأ، إنما بعثت لصالح الأخلاق ولحسن الأخلاق. كيف لا وقد زكاه ربه سبحانه تبارك تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والصحب الكرام رضي الله عنهم لما سألوا أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فقالت تنثر الدر عبقريا عجيبا لا من مسقط ولا من عمان، قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمهمات محددة، جاء بالتوحيد فيدعو الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له، وهذا التوحيد لا يكتمل إلا بطاعة ربنا تبارك تعالى من عبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهذه العبادات مع المعاملات لا تكتمل إلا بالأخلاق، فالعبادات كلها وسيلة إلى الأخلاق. الله رب العالمين ما ذكر الصلاة إلا لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الأمر في قضية الحج، الله رب العالمين ما ذكر الحج إلا لأنه يصل بالإنسان إلى تقوى ربنا تبارك وتعالى، ومن تمام التقوى أن ينتهي الإنسان عما نهى الله رب العالمين عنه ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يبني صلى الله عليه وآله وسلم فردا في أمة، لأن هذا الفرد الذي يصنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عينه هو الذي تقوم به الأمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يدعو الناس إلى دين ربنا جل وعلا كان يدعوهم أولا بدعوة الأخلاق، ولما وصل الصحب الكرام وعلى رأسهم جعفر وعرضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كان عرضهم الأخلاق، فقال أمرنا بكذا ونهانا عن كذا صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم بيعة أخلاقية بامتياز، لأنه يبني الأفراد صلى الله عليه وآله وسلم أولا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك إياكم والسرقة، إياكم والزنا، إياكم والبهتان، إياكم والافتراء، ثم قال النبي في نهاية المطاف ولا تعصوني في معروف. وقد يسأل سائل وهل يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو هل يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير المعروف؟ إنما يقعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أصيلة لمن يأتي بعده لكل إنسان في هذه الأمة، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. سيدنا الشيخ حازم طوف بنا في قضية مهمة جدا وهو قضية الحياء، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا من تمام الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. ولما كما في البخاري لما ورد النبي، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي: أي لا تكثر من الحياء. فإذ بالنبي يقول له: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. ولذلك إذا نزع الله رب العالمين الحياء من قلب إنسان كما قال مالك رضي الله عنه: لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. هذا الإنسان كأن غضب الله رب العالمين عليه، هذا الإنسان عندما يراه أحد من البشر تجد أن يعني يكرهه الإنسان، بخلاف المؤمن التقي الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من إذا رؤي ذكر الله رب العالمين. الذي يراه الإنسان يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الشيخ حازم بيقول: لو واحد خد واحدة كده ومشيها، عملها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها رسول الله تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم: لا علوا في الأرض ولا استكبارا، كيف لا، وقد قال الله رب العالمين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وأمره ربه بالتواضع للمؤمنين فقال: أخفض جناحك للمؤمنين. ففي حديث مسلم كما في حديث أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا محمد، لي إليك حاجة. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل أخلاقه بتواضع جم يقول لها: يا أم فلان، انظري أن يسكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. يكنيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يناديها باسمها تأدبا منه وتأدبا معها واحتراما له. بل إن ابن حجر رحمه الله كما أيضا في الصحيح أن ربما كانت تأتي الأمة من إماء المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنصرف به حيث شاءت. يقول ابن حجر رحمه الله معلقة: وهذا في غاية التصرف، يعني تتصرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقضي المرأة حاجتها. فيا أستاذ دعاء، الأخلاق قضية مهمة خطيرة، والإنسان الذي ليس عنده أخلاق إنما هو يتيم، وكما قال الشاعر: إن اليتيم يتيم العلم والأدب. سبحان الله، يعني الأخلاق شيء أساسي 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 بجد، وإحنا يعني محتاجينه في كل معاملاتنا مع كل اللي حوالينا. إحنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين.